السلام عليكم، ازيكم؟ سنة تانية ان شاء الله تكون الدنيا معاكم تمام في النظري والعملي. النهاردة مع بعض كده هنحاول في فيديو قصير نتكلم على ال practical activities بتاعة ال biochemistry 1، علشان ان شاء الله لو التزمنا بالتعليمات اللي فيها والدنيا مشيت تمام يبقى العملي بالنسبة لنا بيس اوف كيك زي ما بيقولوا يعني. طيب ال practical عندنا المفروض ان هو 25 درجة، في عندنا جزء report عليه 15 درجة وجزء انزيم كينيتكس بروبلم زائد كويستشنز عليها 10 درجات. طيب اول حاجة اللي هو الريبورت، الريبورت ده اول ما هنفتح الفايل اللي هيبقى اتاتشد على الويب سايت ان شاء الله. المفروض ان في عندنا جداول متقسمة على حسب الارقام بتاعتنا، قدام كل جروب، الجروب الواحد مكون من 5 طلبة ومفروض بالسيريال نمبر بتاعنا، فما يعني ما نجمعش بعض كده، اللي يعرف واحد صاحبه ياخده، لا زي ما احنا مقسمين الناس عشان نمشي بنفس النظام. فقدام هنا مثلا جروب واحد من 1 لـ 5، جروب 2 من 6 لـ 10، وكل واحد قدامه التوبيك اللي مفروض هيشتغل. مفروض ان كل عدد من جروبس معاه دكتور هو المسؤول عنه، والدكتور حاطط الايميل بتاعه بحيث ان شاء الله لما نخلص الريبورت نبعته على الايميل ده، ده يبقى وسيله الكونتاكت يعني. بالنسبه للتوبكس، التوبيك مطلوب مننا فيه ايه؟ لو مثلا هتكلم على ال الدوبامين مثلا، نقول يبقى انا محتاجه اعرف كل حاجه عن الدوبامين. طب هعرف الكلام ده من اي ويب سايت يا دكتور؟ لا، انا عايزه الناس تكون جايبه الكلام ده من بيبرز او من حاجه تراستد على الباب ميد او الجوجل سكولر، وهوريكم اشكالهم على السلايد الجايه ان شاء الله. طيب ايه اللي هعرفه عن الدوبامين او ايه اللي المفروض اجيبه؟ مثلا اول حاجه التصنيع بتاع الدوبامين، الاستراكشر بتاع الدوبامين، الفانكشن بتاع الدوبامين، طب هو بيجي منين، طب بيشتغل ازاي، طب ايه الحاجات اللي بتعمل انهبيشن، طب ايه الحاجات اللي ممكن تتفاعل معاه، طيب هل بيحصل له ميتابوليزم بيتكسر، طب بيكسر ازاي، طب كل الكلام ده المفروض ان احنا نجيبه. تمام. طيب احنا كل واحد دكتور هيكون مسؤول على انه يجيب التوبيك ده ويبعته من الخمسة؟ لا، لو انا مثلا بقول ايه انه الجروب بتاع الدوبامين اللي هو من 21 لـ 25، دول الطلبه اللي معاهم الدوبامين، فهيبقى الطلبه هم 5 اهو، هيقسم كل واحد فيهم هيجيب جزء عن الدوبامين ونرتبهم ورا بعض في باوربوينت برزنتيشن، وهعرفكم دلوقتي هنعمل فيها ايه. تمام. طيب بعد ما هنرتبهم المفروض ان احنا كده كل واحد يبقى جاب جزء، وكل واحد يبقى عارف هو جاب ايه، وبعد الترتيب ان شاء الله نحطهم في باوربوينت واحده. تمام كده. طيب ايه هي بقى الحاجات التروستد؟ انا عايزه الناس تشتغل على الباب ميد زي ما احنا شايفين قدامنا اهو، او الجوجل سكولر هنجيب منه اي ريفيوز او اي بيبرز ونبدا ان نشتغل منها او نجيب منها الانفو بتاعتنا، مش عايز اي حد يجيب لي من جوجل وخلاص. تمام. طيب معنى كده انه انا عايزه ان شاء الله الناس زي ما قلنا هتجمع الانفو بتاعتها كل 5 مع بعض، وبعدين يحطوها في باوربوينت برزنتيشن. بعد كده الباوربوينت برزنتيشن دي في اخر سلايد فيها خالص هنحط لكل واحد الريفرنس او السايت اللي هو جاب منه او البيبر اللي هو جاب منها، يحط الريفرنس بتاعها في الاخر، كوبي بيست لليو ار ال بتاعها حتى. تمام، بحيث ابقى عارفه انت جبت الكلام ده منين. طب بالنسبه للتنبيهات بقى اللي هنشوفها بعد كل جدول او بعد كل تقسيمه، اللي كاتبين فيها الدرجه المخصصه 15 درجه وده قلناه، وبعدين كل مجموعه بتسلم للمسؤول عنها على الايميل الموضح واللي احنا حطيناه. طيب ايه الديدلاين؟ احنا معانا اسبوعين من تاريخ رفع الاعلان. مفروض ان كل مجموعه بقى احنا زي ما قلنا هنجمع احنا الخمسه مع بعض مثلا في جروب 1، هنجمع كل واحد الانفو اللي هو جابها بالترتيب في باوربوينت برزنتيشن. المفروض الباوربوينت تكون واضحه وتكون سامبل، ما يكونش فيه كلام كتير في السلايد، كل ما كان الكلام قليل وشرحك انت كتير عليه وتفهمني ايه اللي انت كاتبه او اللي انت حاطه كل ما كان احسن. كل ما كانت المعلومات منظمه مرتبه وعملها ادجستمنت كويس كل ما كان احسن، وده بيرفع من درجاتنا. تمام. وكل ما المعلومات اللي احنا جبناها فيها حاجه ابديتد او حاجه جديده مثلا احنا عرفناها عنها عن التوبيك بتاعنا ممكن نحطها، ده برده بيبقى افضل بالنسبه لنا. والمفروض ان الباوربوينت بعد ما بتخلصه بنحوله لبي دي اف، بنرفع نسخه بي دي اف على الايميل، وكمان بنحوله لفيديو بحيث ان كل طالب جاب جزء هيتكلم عنه او هيشرحه بفويس زي ما انتوا زي ما انا عامله كده دلوقتي. تمام. معنى كده ان في 5 طلاب هيتكلموا على السلايدز كلها، يعني الطالب الاولاني مثلا كان معايا 3 سلايد هو اللي جابهم او هو اللي ظبطهم او جاب المعلومات اللي فيهم هيشرح اللي فيهم، وبعدين بعد كده من الـ3 سلايدز اللي بعد كده مثلا فلان اللي جابهم هو اللي هيشرح اللي فيهم. طيب معنى كده ان كل واحد قبل ما يبدا يشرح الجزء بتاعه اللي هو جايبه هيقول اسمه ورقمه، وبعدين يبدا يشرح اللي هو جايبه. خلاص. ونجمع الباوربوينت او الفيديو ده على بعضه باصواتنا احنا الـ5 ونرفعه ان شاء الله على نفس الايميل برده الايه الموضح.
طيب هل انا اكتشفت مثلا ان في جروب معايا نفس التوبيك بتاع جروب تاني وكان في تشابه في الكونتنت او تطابق بمعنى اصح في الكونتنت، يبقى احنا كده ساعتها نبدأ بقى نفكر احنا نلغي الدرجة. فيا ريت الناس تشتغل بضمير شوية. تمام. الجزء التاني اللي احنا بنتكلم عنه في العملي اللي هو الانزيم كاينتكس والكويستشنز اللي عليها. تقسيم الطلبة بداية قبل اي حاجة، المفروض انه الناس متقسمة من 1 لـ10 في كل جروب، يعني كل موديول او كل موديل من الانزيم كاينتيك كويستشنز او المسائل واخده 10 طلاب، كل عشرة من دول معاهم نفس الموديل. طيب هل احنا العشرة هنحل يعني على موديل واحد ونطلعه؟ لا، كل واحد بقى هيحل لوحده ويرفع الحل بتاعه على الفورم اللي احنا حاطينه. طيب هيرفعه ازاي؟ المفروض ان الاجابه بتاعت كل طالب هتترفع على شكل ايمج وورد بي دي اف واحد بس، تمام، مره واحده بس، بيحتوي على حلول المسائل والاسئله اللي تحتها. المودلز من 1 لـ17 بنرفعه على الرابط اللي موجود قدامنا ده، وده بموعد اقصاه ان شاء الله 17 ابريل، وبنحط البيانات بتاعتنا كامله، وبعدين بعد كده بنعمل سبميشن او بنخلص السبميشن بتاعنا لحد الاخر عشان نتاكد ان هو وصل. طيب موديل رقم 18 المفروض ان هو ليه لينك تاني خاص بيه هو اللي هيترفع عليه. مهم قوي ان احنا نبقى عارفين انه اي حلول او استفسارات ما بنبعتهاش على الايميل او على الفيسبوك. انت هتبعت الحاجه بتاعتك، تاكد من صحه اجابتك عشان مش هينفع تبعت اكتر من حاجه. انا هفتح ملف واحد بس جاي لي منك، هو ده اللي هفتحه، اكتر من ملف مش هيتفتح. تمام. فنتاكد من صحه اجابتنا قبل ما نرفعه. طيب يجي حد يقول لي دكتور انا اعرف ازاي ان هو وصل لحضرتك؟ انا هعمل تشيك في الاخر اللي هو حصر الناس كلها، لو لقيت حد مش باعت لي حاجه او مش وصل لي منه حاجه انا هتواصل معاه. تمام. طيب بعد كده بالنسبه لي انا جايبه لكم هنا جزء مودلز يعني للي احنا هنشوفه في الانزيم كاينتكس. قدامي هنا المساله اهي، مطلوب مني ان انا اعمل بلوت للفي فيرسس الاس، والواحد على الفي فيرسس الواحد على الاس، بجيب قيم الكي ام وقيم الفي ماكس، وكمان بجيب في الاخر التايب اوف الانهبيتور. طيب ايه المسائل بقى اللي تحت الاسئله؟ ده نموذج منها اهو، كومبليت ذا فولوينج سنتنسز، وجايب لك يعني مسائل او اسئله سهله جدا ان شاء الله ما يبقاش فيها اي مشاكل خالص، الناس برضو تحلها وترفعها على نفس الفايل اللي احنا متفقين عليه على اللينك. تمام. طيب وان شاء الله باذن الله يبقى كده الموضوع سهل بالنسبه لكم وواضح، ومع الالتزام بكامل التعليمات والهمه كده والنشاط ان شاء الله نقفل درجه العمل. وجود لك باذن الله.